الفتيات فهم التغيرات الجسدية التي بدأت عليها في سن 12 عام، فشعرت بالخجل من نموها الجسدي المتسارع وأنها مختلفة عن رفيقاتها، فقررت الغياب عن المدرسة. ما نستاهل لهالدرجة، لكن والدتها أخبرتها خبرة يا أخي بأنها أصبحت في مرحلة البلوغ وأنها حالة طبيعية. فما مؤشرات البلوغ لدى الأنثى؟ أنتم برأيكم إذن شو درسنا شو عنوانه الدورة الجنسية؟ فمعناها مؤشرات البلوغ الأنثى إيمتى بتبين إنه بالغة؟ لما بتبلش بالدورة الجنسية. إذا بنكتب ظهور الدورة الجنسية، ظهور الدورة الجنسية. هل يكون سن البلوغ الجنسي واحدا لدى جميع الإناث؟ لا، حيث يتراوح سن البلوغ بين ال 12 وال 15 سنة. إذا حيث يتراوح سن بلوغ الأنثى بين ال 12 وال 15 سنة، هذا ما نوع عام واحد، ما هيك؟ يعني الأنثى ممكن تبلغ 12 13 أو 14 15 في هالأربع سنوات، ما موحد يعني. هذا هو حكينا هلا. أول شيء حكي فاضي وبظن الكل بيعرف. هلا بنبلش الدورة الجنسية. طبعا الدورة الجنسية أول شيء عرف الدورة الجنسية، أو سؤال ثاني ما التغيرات التي تحدث خلالها؟ إذا هي مجموعة، تعالوا نشوف التغيرات، خليكم معي. إذا مجموعة تبدلات تطرأ على المبيض ومخاطية الرحم. يعني إذا الدورة الجنسية على شو بتطرأ؟ على شغلتين بجسم الأنثى. كيف يعني بتطرأ؟ على الرحم، يعني بتصير. تمام؟ إذا هي شوفوا شوي، الدورة الجنسية بتصير بمحلين، بالرحم وبالمبيض. ايمتى بتتكرر؟ كل 28 يوم تقريبا. ايمتى بتبدا؟ من سن البلوغ. ايمتى بتنتهي؟ في سن الظهي. شو هذا سن الظهي؟ اي سنه يعني؟ من 45 ل 50 سنه. علي، ليش بتتوقف الدوره الجنسيه في سن الظهي؟ لماذا تتوقف الدوره الجنسيه في سن الظهي؟ ليش؟ لان المبيض ينضب فيه مخزون البويضات، يعني بينتهي او ينفذ شو مخزون البويضات. اذا ما في بويضات معناها شو؟ ما في دوره جنسيه، بتنتهي. وبالعكس طبعا، خلص انتهت الدوره الجنسيه معناها بنعرف انه ما ضل عندنا بويضات. اذا تقسم الى قسمين الدوره الجنسيه، هي قسمين. شو هي؟ دوره رحميه ودوره مبيضيه. إذا دورة رحمية ودورة مبيضية. طبعا بعد لعبة طابل لازم نتحمل ونصيبها. ما لعبة طابل. المهم. إذا الدورة الجنسية، يلا يا يوسف، احفظ لي تعريف الدورة الجنسية على السريع. أو هي عبارة عن أسئلة سهلة ما نفهم فيها شيء. إذا على شو تطرق؟ تطرق على المبيض ومخاطية الرحم. متى تبدا؟ او ايمتى بتتكرر؟ كل 28 يوم. ايمتى بتبلش؟ سن البلوغ. ايمتى بتتوقف؟ سن الظهي. سن الظهي شو هو؟ بين 45 وال 50 سنه. ليش بتوقف؟ لانه المبيض بيكون فقط شو عدد البويضات، وما في عنده بويضات بقى ابدا. تقسم الى قسمين، شو هن؟ دوره جنسيه ودوره مبيضيه. على السريع احفظهم مشان سمعتكم، بنساعدكم بالتسميع على السريع. يلا يعني مبيضية. لاحظوا معي، مثل ما الدورة الجنسية فيها دورتين رحمية ومبيضية، هلا الدورة المبيضية شو فيها؟ طورين. طورين. إذا ما أطوار، نكتب سؤال، ما أطوار الدورة المبيضية؟ ما أطوار الدورة المبيضية؟ طور جريبي
وطور أصفر. إذا شو أطوار الدورة المبيضية؟ طور جريبي وطور أصفر. تعال نشوف الطور الجريبي أول شيء، نكتب عليه سؤال بماذا يبدأ؟ وما الهرمون المؤثر؟ وما المقصود بالجريب المسيطر؟ وما المقصود بالجريب المسيطر؟ وما الهرمون الذي يفرزه؟ وما الهرمون الذي يفرزه؟ استنوا والله نسيت رح سويها. زوال الهرمون الذي يفرزه وما دوره؟ يعني شوفوا شوي معي، خليكم نفهم السؤال بعدين بنرجع على منطقة البسمة. إذا بتتذكروا كان في عندي حاستين بتفرزهم النخام الأمامية، بيأثروا بالخصيتين والمبيضين، شو هن؟ إبس أتش والإبس أتش، تمام؟ عندنا نحن بالطور الجريبي عم نقول بشو ببلش؟ معناه هون الجريبات العلاقة. ببلش بنمو جريبات أولية عدة. يعني عدة جريبات أولية. شو كان في أصغر من الجريبات الأولية؟ ابتدائياً هيك؟ إذا الطور الجريبي ببلش بشو؟ بنمو عدة جريبات أولية. بتأثير أي حاسة؟ الـ FSH. معناها هون فيكم تحطوا دوال على الـ FSH وتكتبوا ما وظيفتها لدى الأنثى. إذا دوال على الـ FSH ونكتب شو وظيفة هرمون الـ FSH لدى الأنثى. منبه الجريب. إذا لا، هو اسمه بالعربي طبعاً المنبه للجريب، تمام؟ هرمون المنبه للجريب. شو وظيفته؟ يساعد او يساعد او يؤثر في نمو جريبات اوليه عدة، او له دور في نمو الجريبات الاوليه بس. اذا له دور في نمو الجريبات الاوليه. تمام، شوفوا معي. عم بيقولوا لي الجريبات الاوليه عدة تنمو. لنفترض 100. كم واحد منا بصير ثانوي؟ واحد. إذا ما عدد الجريبات اللي تتحول إلى ثانوية في الطور الجريبي؟ واحد. بينضج؟ لاحظوا. إذا بصير ثانوي بعدين بينضج، شو بنسميه؟ المسيطر. علي. علي. إنه ليش ما بيوصل للنمو إلا جريب واحد؟ أو إنه جريب أولي واحد؟ أو ليش سميناه المسيطر؟ هذول شو بيعمل هذا؟ النجس بيفرز مادة، اخواته الاولية اللي طلعوا مع الجريبات الاولية بيثبط نموهم، تمام؟ بيفرز هرمون مثبط ما بيخلي الجريبات الاولية اللي نمت معه تكبر، فليس سموه مسيطر؟ لانه بيفرز مادة اسمها انهيبين. انهيبين هاي شو بتعمل هالمادة هيدي؟ بتثبط نمو الجريبات التي بدأت بالنمو معه. نحن عندنا كذا جريب اولي، اول شيء حول بس واحد لثانوي، ليش؟ ليش بس واحد نضج وصار اسمه جريب مسيطر؟ لأنه بيفرز مادة شو اسمها؟ انهيبين، هي بتثبط نمو الجريبات الأولية التي بدأت بالنمو معه، تمام؟ إذا هلا هون تحت بنحط الأسئلة اللي حكينا عليها. إذا بماذا يبدأ؟ بنمو جريبات أولية عدة في أحد المبيضين. شو الهرمون المؤثر؟ بتأثير هرمون الـ FSH. كم ما المقصود بالجريب المسيطر؟ اذا هو الجريب الوحيد اللي بيتحول شو؟ اللي بينضج في الطور الجريبي. وسميناه بالجريب المسيطر ليش؟ لانه بيفرز هرمونا مثبطا لنمو بقيه الجريبات الاوليه. ضيفوا لي لما بيجيني تعليق هيك بدي جاوب، لانه يفرز هرمونا مثبطا لنمو بقية الجريبات الأولية التي بدأت بالنمو معه. طب إذا قالوا لي شو وظيفة انهيبين؟ شو بدي أقول لهم؟ مثبت. بدي أقول تثبت نمو بقية الجريبات الأولية التي بدأت بالنمو مع الجريب المسيطر. هيك بدي جاوب، تمام؟ يعني بس يقولوا لي شو وظيفة مادة انهيبين؟ أنا شو بدي أقول لهم بالامتحان؟ بدي أراجع حالي لغوياً وهلا. أنا بدي أقول لهم هالهرمون يثبت نمو الجريبات الأولية التي بدأت بالنمو مع أي جريب؟ مع جريب المسيطر، تمام؟ نحن نحاول نحفظ الفقرة وكيف ما أجاني الجواب لغوياً أنا بحولها. الدرس الماضي
ما حكينا نحن انه الجري الناضج بتمزق وشو بتتحرر منه ثاني؟ الخليه البيضيه الثانويه. عم بيقولوا لي ماذا ينتج عن تمزق الجريب الناضج والجزء الملامس له من قشرة المبيض في نهاية الطور الجريبي؟ بنحول طبعا اذا بنكتب بدل هذا الطور بنكتب في نهاية الطور الجريبي. في نهاية الطور الجريبي شو بيصير عندي؟ الإباضة. الإباضة طبعا هون ممكن يجيني عرف الإباضة. طبعا انت عارف ما بيجيك، بيجيك مصطلح تقريبا. اذا في نهاية الطور الجريبي شو بيتمزق؟ الجريب الناضج والجزء الملامس لمين؟ لقشرة المبيض. فتتحرر البويضة او الخلية البيضية الثانوية. شو بنسمي هالحادثة هي؟ الإباضة. نحفظ الطور الجريبي وتعريف الإباضة على السريع. اذا شفنا نحن شو بلش؟ شو الجريبات اللي بتنمو؟ اول هي عدة. بتأثير اي حاسة؟ انفجار. بعدين عندي كم جريب بيصير ثانوي؟ واحد. بينضج شو بنسميه؟ مسيطر. جريب مسيطر. عم يفرز مادة انهيبين، شو دورها هال بصفت باقي الجريبات اللي بلشت بالنمو معه بتصفطها. اما الإباضة نحن اخذنا مراحل تطور الجريبات، اخر شيء الجريب الناضج بيكون في خلية بيضية ثانوية، شو صيغة الصبغية؟ واحد نون. هيدي بمرحلة النضج شو بصير فيها؟ بيتمزق الجريب فبتتحرر من الخلية البيضية الثانوية. شو بنسمي الحادثة هيدي؟ الإباضة. طبعا ما دام الجريب بدي أسألكم، الجريب ملامس لقشرة المبيض، هلا الجريبات وين موجودة؟ ما شو اسمه الجريبات هي عبارة عن تراكيب كيسية في الشكل توجد في قشرة المبيض. لما رح يطلع الجريب يتمزق ما رح يتمزق قشرة شو اسمه المكان اللي ملتصق فيه. مضبوط ولا لا؟ هلا انتوا اعتبروا رح تشيلوا شغله يعني شفه رح تشيلوها وتفتحوها بدي يبين القسم من تحت نفس الشيء. كمان المبيض لما رح يتمزق بتتمزق قشره المبيض. بدلتونا كمان هلا عم بيسمع وعم يسجل ومن بعض على الفيسبوك. يلا بسرعه خليكم معي. هلا بدنا ناخذ الطور الاصفر. طب بدي اسالكم انا، جسمنا ما بيكب شيء تقريبا بفيد ابدا، كل شيء بفيد بياخذه، واللي ما له علاقه واللي ما له داعي شو بيعمل فيه؟ بيطرحه. بقايا الجريب الناضج بتفيد جسمنا، لشو بيحولها؟ الى جسم اصفر. نحن ما قلنا تمزق الجريب الناضج، طب الاشلاء اللي له البقايا وين بتروح؟ شو بيعمل الجسم؟ جسم اصفر. بتأثير اي حاسه؟ الأبرش. تمام. اذا الطور الاصفري، عرف الطور الاصفري. تتحول بقايا الجريب الناضج المتمزق الى جسم اصفر بتاثير اي حاسه؟ ال اتش. بنحط دوار على ال اتش. شو وظيفه هرمون ال اتش؟ بنقول تتحول بقايا الجريب الناضج الى جسم اصفر بتاثيره. تمام. اذا تتحول بقايا الجريب الناضج المتمزق الى جسم اصفر بتاثيره. خليك فاضي الدرس هلا باقي 10 دقايق. هلا المهم هلا كلك حكي عم تعرف تسجيل. هلا المهم اجانا بسؤال بدورة. إذا اجا سؤال دورة ماذا ينتج عن بقايا الجريب الناضج المتمزق؟ شو بدنا نقول لهم؟ الجسم الأصفر. يعني هيك اجا سؤال بدورة ماذا ينتج عن بقايا الجريب الناضج المتمزق؟ شو بينتج عن بقايا الجريب الناضج المتمزق؟ الجسم الاصفر. تذكروا اخذنا بالدرس الماضي، خليكم معي، الهرمونات الجنسيه الذكريه والانثويه هي شو طبيعتها الكيميائيه؟ ستيرويديه. في بيدخل غالبيه او 70% بتركيبها اي ماده؟ الكوليسترول. مضبوط ولا لا؟ عم بيقولوا لي هون يوجد الكوليسترول في الصباغ اللوتيني في الجسم الاصفر. ما اهميه ذلك؟ اذا ان الهرمونات الجنسيه الانثويه، نكتب الجواب، المفرزه من الجسم الاصفر ذات طبيعه سيترويديه
تشتق من الكوليسترول، تشتق من الكوليسترول. معناها صار الجواب واضح والفكرة واضحة. الجسم الأصفر شو بيفرز؟ هرمونات جنسية نسوية، والهرمونات الجنسية النسوية شو طبيعتها؟ ثيرويدية. ومن وين بتشتق؟ من الكوليسترول. فمعناها ليش موجود الكوليسترول بالجسم الأصفر؟ منشان يفرز الحاسات الجنسية النسوية. هلا عرف الدورة الرحمية. وما التغيرات التي تحدث خلالها؟ عرف الدورة الرحمية أو ما التغيرات التي تحدث خلالها؟ طالع شوي عن الدورة الرحمية نفهمها. شو يا صبايا وشباب؟ الدورة الرحمية بتبلش بشو؟ بالطمس. الطمس شو هذا الطمس؟ طبعا العالم بتفكر الدورة الجنسية طبعا انه هي عبارة عن هذا اسمه بقايا محاطية الرحم. محاطية الرحم بتتمزق وبينزف، بتنزف الشعيرات الدموية بيطلعوا. هيدا هو البقايا هيدي والدم الطالع، هذا بنسميه الطمس. اما الدورة الجنسية ما لها علاقة بالطمس طبعا. الدورة الجنسية نهايتها ب 28 يوم، هي بتتكرر كل 28 يوم. باليوم 28 شوفوا شوي، باليوم 28 اذا البنت او المرأة بالاحرى ما حبلت ما صارت حامل، شو بيصير عندها؟ طمس. تمام؟ يعني بشكل عام مخاطية الرحم بضل عم تتجدد. ليش؟ منشان تهيئ الرحم للحمل. في حال ما صار القاح وما صار حمل، شو بيصير بمخاطية الرحم؟ بتنسلق، يعني بتطلع. والأوعية الدموية شو بيصير فيها؟ كمان بتنزف الشعيرات الدموية وبيطلعوا كلياتهم لبرا. شو بنسمي الحادثة هي؟ الطمس. هي ليش بتستمر حادثة الطمس؟ من 5 إلى 7 أيام. من 5 إلى 7 أيام. إذا هلا سؤالي هون عرفت الدورة الرحمية طبعا، إذا عم بتبلش بشو؟ بالطمس. حيث شو اللي بده يطلع معنا لبرا؟ مخاطية الرحم. وشو في لسه؟ خلايا الدم والأنسجة التالفة. تمام؟ لما استدخلت بطانة الرحم صار في عندي أنسجة تالفة وشعيرات دموية بدي يطلع الدم منها، تمام؟ لبرا كلها ياكو. في شغلة واحدة لاحظوا معي، في شغلة واحدة ما بتتضرر، شغلة واحدة ما بتتضرر. شو هي؟ خلايا القاعدية لبطانة الرحم. ليش؟ مين بيقول لي؟ طب مدام نسمعه شوي، كل 28 يوم شو عم بيصير بال شو اسمه؟ رح تتجدد مخاطية الرحم. فمعناها ليش بتضل خلايا القاعدية؟ مشان تتجدد. مضبوط ولا لا؟ لأنه لو راحت الخلايا القاعدية ما ضل في شيء بجدد. فليش بتضل الخلايا القاعدية؟ بدكم علق. طبعا جوابي إنه ليش لا تتعرض خلايا المنطقة القاعدية في البطانة الرحمية للتخرب؟ إذا جوابي هون بده يكون لتتكاثر وتجدد البطانة الرحمية وتزيدها شو؟ سخانتها من جديد، وتزيد سخانتها من جديد. إذا ليش الخلايا القاعدية في البطانة الرحمية ما بتروح، ما بتتخرب؟ إذا لتتكاثر وتجدد البطانة الرحمية وتزيد من سخانتها من جديد. تمام؟ هلا هون بنكتب ماذا يوجد في بطانة الرحم؟ ماذا يوجد في بطانة الرحم؟ تعرف بطانة الرحم شو هي وجديدة شو بيكون فيها؟ تمام؟ غنية بالغدد المحاطية والأوعية الدموية والغليكوجين. إذا شو بيكون في عندنا بمحاطية الرحم؟ أوعية دموية وغدد محاطية وغليكوجين. طب برأيكم انتم مثل ما سأليني سؤال هون، قال ماذا يحدث البطانة الرحمية إذا لم يحدث القاع؟ تتمزق. ما هيك؟ إذا نكتب تتمزق. وشو بيحدث بعد التمزق؟ ويحدث الطمس. تتمزق ويحدث الطمس. شفتوا كيف انتم؟
الدورة معناها الجنسية شو بتبلش أول شيء؟ بالطمس. مش الحال المرأة صارت حامل ما بقى بصير عندها دورة جنسية، تمام؟ خلص لأنه صارت حامل ما بصير دورة جنسية. أما إذا ما صارت حامل كل 28 يوم تتكرر نفس العملية، كل 28 يوم تتكرر نفس العملية. عم بيقولوا لي التبدلات المبيضية والرحمية تحدث كاستجابة لعوامل هرمونية متعددة ما مصدرها. إذن التبدلات المبيضية والرحمية تحدث كاستجابة لعوامل هرمونية متعددة ما مصدرها. يعني شو الهرمونات اللي بتأثر بالدورة الجنسية؟ هرمونات مين؟ الوطاق، هرمونات النخامة الأمامية، وهرمونات مين؟ المبيض. حطوا لي فوق الوطاق جي ان ار اتش، يعني شو الهرمون اللي بيفرزه الوطاق؟ جي ان ار اتش. اخذنا نحن جي ان ار اتش. طيب شو الهرمونات اللي بتفرزها النخامه الاماميه وبتاثر؟ اف اس اتش و ال اتش. نكتبهم كمان مشان نعرفهم. اذا ال اتش و اف اس اتش. طيب شو الهرمونات اللي بيفرزها المبيض وبتاثر؟ نكتب استروجين، استروجين، بروجسترون. اخذناهم الدرس الماضي، استروجين، بروجسترون، واليوم اخذنا حاسة جديدة شو هي؟ انهيبين، انهيبين. اذا هذول هن شو؟ الحاسات الجنسية اللي بيفرزهم المبيض. شو طبيعة الكيميائية لهذول الثلاثة؟ اذا جانب الامتحان ستيرويدية، اين يوجد المستقبل اللي شو اسمه النوعي؟ للحاسات الستيرويدية نحن اخذناها بالهيولا مو بالهيولا. اما هرمونات انه الاف اس اتش والال اتش وين موجود المستقبل النوعي؟ هذول بيفرزوا من النخامه الاماميه، فمعناه وين المستقبل النوعي لهم؟ في الغلاف، في الغشاء الهيولي، لانه طبيعتهم الكيميائيه بروتينيه، مضبوط ولا لا؟ مرقوا لك هم. شوفوا معي شوي. هلا نحن قلنا في اسمعوا شوي. الوطاق عم بيأثر بعمل شو؟ الدورة الجنسية أو بالدورة الجنسية. ولسه في شغلة مين عم بتأثر؟ النخامة الأمامية. ومين لسه كمان؟ المبيض. وشفنا الحاسات اللي بتأثر. هلا عم بيقولوا لي استنتج مراحل الدورة الجنسية. استنتج ضروري تفهم المخطط. إذا استنتج مراحل الدورة الجنسية وعلاقة هرمونات الوطاق والنخامة والمبيض بها. لاحظوا معي أول شيء، خلينا نشوف المخطط ونفهم منه شو قصدهم. كم طور نحن عنا؟ طورين أخذناهم بالدورة المبيضية، طور أصفري وطور جريج. تعالوا شوف تركيز الحاسات. كم يوم الدورة الجنسية؟ كم يوم؟ معناه 20 يوم. نحن بدنا نشوف، اسمعوا شوي، الجي ان ار اتش ايمت بيكون اعلى تركيز لها، والال اتش ايمت بيكون عندها اعلى تركيز، ومين لسه كمان الاف اس اتش، مين بيقول لي وين في اعلى تركيز؟ شوفوا على المخطط باي يوم بيكون. لاحظوا الوقت هون، لاحظوا معي خليكم مشان تفهموا الزمن هون، هي من 1 ل 28 يوم، قيسوها بهالطريقه هي. وين في اعلى تركيز؟ الاف اس اتش والال اتش والجي ان ار اتش كلهم بيوم واحد. وين؟ 14. انتو بتعرفوا شو بيصير باليوم 14؟ الدورة الجنسية الإباضة، تمام؟ إذا لما بيكون إذا باليوم 14 ليش بيكون أعلى تركيز من الـ LH والـ FSH والـ شو اسمه؟ الـ GNRH يوم يصادف يوم شو؟ يوم الـ 14 الإباضة. لاحظوا معي تاني شو عم يقولوا مراحل تطور الجريبات. حسب رأيكم انتو في التطور الجريبي، بالطور الجريبي، أول جريب شو بدنا نسميه؟ لا أولي. ما بدأ بنمو جريب أولي؟ حطوا لي على هذا جريب أولي مشان نفهم. الجريب الثاني شو بده يكون؟ ثانوي. هذا الثالث شو بدنا نسميه؟ ناضج أو مسيطر؟
معنى يسألي لما حتى النضج جريب واحد شو سمينا؟ المسيطر. يعني هذا يا ناضج يا مسيطر. طيب بعدين شو بيصير عنا؟ قلنا بعد ما يبنوا جريبات وجريب الناضج يتمزق وتحدث حادثة شو؟ الإباضة. لحظة الإباضة شو عم بتصادف؟ أي يوم؟ 14. حطوا لي عليها يوم ال 14. إذا أي يوم تحدث الإباضة؟ باليوم ال 14 من الدورة الجنسية. تمام؟ هيدا المخطط كله عم بيمثل لي الدورة الجنسية. إذا بأي يوم حدثت الإباضة؟ باليوم ال 14 من الدورة الجنسية. طيب نحن قلنا بعد الإباضة شو بيتشكل عنا؟ الجسم الأصفر. في الطور الأصفري مظبوط ولا لا؟ بعدين بيتطور؟ بعدين بيتطور. طيب نحن ما قلنا امبارح أو قبل امبارح قلنا إذا ما صار حمل شو بيصير اسمه الطور الجسم الأصفر؟ الجسم الأبيض. لاحظوا ما صار حمل أم شو سموا شو اسمه الجسم الأصفر شو صار؟ جسم أبيض. طيب هلا الحاسات المبيضية قلنا شو الحاسات اللي بيفرزها المبيض أو المبيض؟ استروجين، بروجسترون والإنهيبين. تعال شوف مستوياته وين عم ترتفع وين عم تنخفض. تعال نراجع ونشوف. عندنا أول شيء البروجسترون بالأسود، لاحظوا منخفض. منخفض منخفض، وين عم يرتفع تقريبا؟ مين بيقول لي؟ بعد إذا عم يرتفع بعد حادثة الإباضة وأثناء تشكل شو؟ الجسم الأصفر. ما هيك شوفوها على الرسمة قيسوها معهم. إيمتى عم يرتفع مستوى البروجسترون؟ بعد الإباضة وأثناء تشكل شو؟ الجسم الأصفر. عم نقدر نحن نقيسه من المخطط. طيب مين بيقول لي هلا؟ إنهيبين. وين عم ترتفع شو اسمه الإنهيبين؟ إذا قبل حادثة الإباضة بعدين ترتفع أكثر إيمتى؟ أثناء تشكل الجسم الأصفر. عم تدرك ميزوها من المخطط؟ لاحظوا. قبل حادثة الإباضة بشوي عم يرتفع تركيز الإنهيبين. بعدين بيتراجع بعدين ايمت ببلش يطلع اكثر شيء بعد اثناء تطور او تشكل الجسم الاصفر. فضل عندي الاستروجين ايمت بتوصل او ايمت بيوصل الهرمون للقمه بالاباضه. بعدين شو بيصير فيه؟ بيتراجع. ايمت بيرجع بيعطيني شوي اثناء تشكل الجسم الاصفر. لاحظوا معي اثناء الاباضه بيوصل للقمه بعدين بيتراجع ايمت ببلش يطلع كمان اثناء تشكل الجسم الاصفر. عم تفهموا معي؟ تمام. هلا عندنا هون الدورة الرحمية. لاحظوا هنيك بالفقرة ما كاتبين لي أطوار الدورة الرحمية، وين كاتبينهم هون؟ نكتب سؤال على الدورة الرحمية ما أطوارها. نكتب على الدورة الرحمية ما أطوارها. على فكرة اجى السؤال 2019. تعرفوا شو اجى السؤال؟ شوفوا شوي، خريطة مفاهيم. خريطة مفاهيم. تقسم الدورة الجنسية إلى طورين. شو هن الطور أو إلى دورتين؟ رحمية ومبيضية. شو هن طورين المبيضية؟ أصفري وجريبي. شو طورين الرحمية؟ إفرازي، ليفا مكتوبين هون، طور إفرازي وطور تكاثري. إذا الدورة الرحمية لكم طور تقسم؟ إلى طورين، شو بنسميهم؟ إفرازي وتكاثري. ماذا يحدث في الطور التكاثري؟ ماذا يحدث في الطور التكاثري؟ إصلاح وإعادة ترميم المنطقة الوظيفية من الرحم. إذن إصلاح وإعادة ترميم المنطقة الوظيفية من الرحم. طب نحن ما أخذنا بشوية بنات وشباب، اسمعوا شوي. بشو بتبلش الدورة الرحمية؟ مو بالطمس؟ بالطمس تماماً. لاحظوا أول شيء عم تبدأ بالطمس. شو بيحدث عندنا بالرحم بالطمس؟ تفكيك المنطقة الوظيفية. مين اللي بيرجع بيبني المنطقة الوظيفية؟ الطور التكاثري. ماذا يحدث في الطور الإفرازي؟ نحن ما قلنا مخاطية الرحم فيها غرض مخاطية. إذا شو بيحدث في الطور الإفرازي؟ يتم الإفراز من قبل الغدد الرحمية، هي نفس المخاطية طبعا. إذا الطور الإفرازي شو دوره؟ تقوم غدد الرحم بالإفراز فقط. آخر شيء تعال شوف درجة حرارة الأنثى خلال الدورة الجنسية كيف بتكون؟ مين بيقول لي وين بترتفع درجة حرارة الأنثى؟ بعد الإباضة. بعد الإباضة شو بيصير بدرجة حرارة الأنثى؟ ترتفع. إيمتى بتنزل؟
في نهاية الدورة الجنسية. هلا بداية نازلة. تمام تمام تمام. وين بترتفع؟ لاحظوا بالإباضة بتكون نازلة لأقصى الدرجات. تمام؟ يعني باليوم 14 بتكون نازلة درجة حرارة الأنثى منخفضة. إيمتى بترتفع؟ بعد الإباضة. وهيك لآخر يوم تقريبا بالدورة الجنسية شو بيرجع؟ بترجع بتنزل درجة حرارة الأنثى. طبعا المخطط هذا كلياته هلا اخذناه نحن للحكي مشان نجاوب على الاسئله الموجوده. تمام؟ هلا نجاوب على الاسئله. هل يرتفع تركيز الهرمون المثبط الانهيبين في اليوم العاشر تقريبا من الدوره الجنسيه؟ كيف يؤثر ذلك في تركيز FSH؟ شوفوا لي على المخطط. مين فيه يجاوبني؟ لما الانهيبين ارتفع شو صار بـ FSH؟ لاحظوا بالازرق فوق شو صار بهرمون الـ FSH؟ خفض. معناها مو خفض. شو بيصير فيه؟ فينا نقول ينقص او يتثبط نموه. نكتب الجواب. يثبط افراز FSH. يثبط افراز FSH وينقص تركيزها. طب شو بنسمي هذا؟ تلقيم راجع سلبي ولا ايجابي؟ سلبي. خليني اذكركم شوي بالتلقيم الراجع السلبي والتلقيم الراجع الايجابي. خليكم معي. اذا مثلا انا عندي حاسات كميتها النظاميه 10 تمام؟ زادت لل 11 12 معناها صار في ضرر على الجسم مضبوط ولا لا؟ ما ان الهرمونات بتاثر بخلايا الجسم اذا زادت عن الحد. فمعناها إذا رجعت مرة ثانية على الـ 11 والـ 10 والـ 9 شو بيكون نوع التلقيم هون؟ سلبي. نحن ما قلنا التلقيم الراجع سلبي مهم للاتزان الداخلي. أما لو كان إيجابي شوفوا كيف بدي ميز أنا. وصلت هي الـ أو الرقم النظامي 10 صار 11 و 12. شو صار نحن لو عملنا؟ صار يطلع 13 14 15 ما بقى يرجع للمستوى الطبيعي. هذا التلقيم شو بيكون هون؟ إيجابي. والإيجابي يفاقم التغير يعني بضر. مظبوط ولا لا؟ اذا فمعناها كيف بدي ميز بين السلبي والايجابي اذا جاكم بالامتحان انتم؟ لما يكون الرقم مثلا 10 ولسه عم يطلع ما عم ينزل ما عم يرجع الرقم الطبيعي هذا شو بيكون؟ ايجابي. اما كان 10 ورجع صار ينزل هذا شو بيكون؟ سلبي. تمام؟ اذا بنكتب كتبتوا انه هذا بهالحاله شو بيكون؟ سلبي. ما الهرمونات النخامية التي تسهم في حدوث الإباضة في منتصف الدورة الجنسية عادة؟ FSH و LH. ما في غيره أصلاً. إذا FSH و LH. هلا بشوي أخذنا وظيفة LH و FSH، شوي وظيفة ثانية لهم. إذا حطوا لي هون سؤال صغير، ما الوظيفة المشتركة؟ ما الوظيفة المشتركة لهرمون الـ LH و الـ FSH؟ حدوث الإباضة. يعني هلا اذا سالوني سؤال بالامتحان شو وظيفه الـ LH او الـ FSH عند الانثى فيني اقول لهم حدوث الاباضه لها دور في حدوث الاباضه. لكن طبعا هيك مخططات بتسالوا بتجينا بالامتحان نسق لصق انتم دورتكم او بسنتكم هي في عندنا يا مخطط يا خريطه مفاهيم. ايه بيجيبوا بيبطلوا يجيبوا كله بيجيبوا جزئين. عرفتي كيف؟ يعني بيخصوا اول اثنين او اللي بالنص وبيجيبوا الاسئله. الاسئله انت اذا فهمان المخطط فينا تتجاوب. ما فهمان المخطط بدك تحفظهم بصم حصريا يعني. ولاحظ زياده تركيز الاستروجين عند تشكل الجريب الناضج. لاحظوا معي عم بيقولوا لي ولاحظ الاستروجين كان طبيعي. شوفوا معي كان طبيعي. ايمت زاد؟ عند تشكل الجريب الناضج ثم انخفاض تركيزه عند تمزقه. لاحظوا عم بيقولوا لما تمزق الجريب الناضج. لاحظوا معي هون ما تمزق وصارت الاباضه شو صار بالاستروجين؟ صار ينخفض. وايمتى رجع صار يرتفع؟ عند تشكل الجسم الاصفر. عم بيقولوا لي من اين يفرز هذا الهرمون؟ يعني هذا سؤال يحدد موقع افراز هرمون ب البرو او الاستروجين. واحد من خلايا الجريب الناضج من خلايا الجريب الناضج في الطور الجريبي.
إذا من خلايا الجريب الناضج في الطور الجريبي. 2 من الجسم الأصفر في أي طور؟ في الطور الأصفري. إذا من الجسم الأصفر في الطور الأصفري. إذا في عندي محلين، اسمعوا شوي. هرمون الهستروجين بيفرز بالطورين، الجريبي والأصفري. بالطور الأصفري مين بيفرزوا؟ الجسم الأصفر. بالطور الجريبي مين بيفرزوا؟ إذا بيفرزوا الجريب الناضج المتوازي. شو عم تعمل خالد؟ عم تحسب يعني؟ ما شاء الله. يزداد تركيز البروجسترون بعد الإبارة. خليكم معي. يزداد تركيز البروجسترون بعد الإبارة وتشكل الجسم الأصفر. ما تأثير ذلك في مخاطير الرحم؟ تزداد سخانتها. تزداد سخانتها ومفرزاتها. تزداد سخانتها ومفرزاتها. من أين يفرز البروجسترون؟ من الجسم الأصفر. من الجسم الأصفر. 5. هل يصل تركيز هرمون الاستروجين حدا أعظميا في الأيام الثلاثة التي تصدق الإبارة؟ شوفوا لي عم خطأ، صح هالحكي شيء؟ الاستروجين وين وصل لأعلى شو اسمه قمة؟ مضبوط هالحكي؟ عند الإبارة. قبل الإبارة بشي يومين ثلاثة بلغ أعظم حد من النمو. تمام. إذا بلغ الحد الأعظم البروجست أو الإستروجين هيمات قبل الإباضة بيومين ثلاثة. ما نوع الترقيم الراجع على الغطاء والغدة النخامية في هذه الحالة أنتم رأيتم؟ هلا زادت لاحظوا، خليكم معي، شوفوا معي شوي. كان تركيزه عالي للإستروجين، كيف بدي أفهم أنا إنه إيجابي ولا سلبي؟ لاحظوا معي شوي. زاد ولا ما زاد؟ زاد. طيب رجع نزل فورا؟ لا ضل عم يطلع. مظبوط ولا لا؟ فعم يقولوا لك هون هون لهون للقمة هذا بيكون تقييم راجع ايجابي ولا سلبي؟ ايجابي. طيب لو قالوا لك من هون لهون شو بيكون؟ سلبي. هن قالوا لك بثلاث ايام قبل الاباضه، يعني 13 3 13 و 12 و 11 كان قليل صار يطلع، فمعناه هذا شو؟ ايجابي. لو قالوا لك من اليوم ال 14 لل 17 شو بيكون هذا؟ تقييم راجع سلبي، لانه بلش بالتراجع. اذا نكتب الجواب ايجابي. طب شو الدليل عم بيقولوا لي انه من المخطط؟ ارتفاع. طلعوا لي على حاسات النخامة الأمامية. حاسات النخامة الأمامية. مع وقت بتزامن، شوفوا شوي. بنفس وقت تزايد أو بنفس وقت تقييم الراجع الإيجابي على الإستروجين. شو عم بيصير بالإلقاط؟ شو الإفتاش؟ عم يتزايد إفرازهم، مظبوط ولا لا؟ نكتب الدليل. زيادة تركيز LH و FSH. إذن زيادة تركيز LH و FSH. هذا هو دليل من المخطط. يا صبايا وشباب، نحن بقلنا إذا الوطاء فرز حساسات زيادة، فمعناها مين رح يفرز حساسات زيادة؟ كمان النخامة الأمامية. وإذا النخامة الأمامية فرز حساسات زيادة، عمين بدها تأثير على الغدة؟ وهون الغدة مين هي؟ المبيض. فمعناها بدي يفرز حساساته بكمية كبيرة، مظبوط ولا لا؟ بالشكل هذا. وهذا نوع من التقييم الراجع الإيجابي. آخر سؤال هون. هل هنالك أو هناك عدة أدلة أن هذه الأنثى غير حامل؟ أحدها، اكتبوا لي هي رقم واحد، طورت بالسؤال كابين واحد. انخفاض تركيز الهرمونات الجنسية في نهاية الدورة. وإن صارت ورد تفقه. خلصتوا اسمه ولا لا؟ مين ما كتب اسمه؟ خليكم معي شباب. اذا انا كيف بدي اعرف اذا المرأة حامل ولا ما حامل؟ شو الادلة؟ اول دليل عرفنا، لاحظوا الحاسات اللي عم يفرزها المبيض شو صار فيها اخر شيء؟ تناقصت. اخر نحن بيهمنا اخر الدورة الجنسية، اخر يوم تقريبا بحدد.
لاحظوا شو صار عندي باخر يوم. لو كانت تراكيز مرتفعة كان عندي حمل، بس شو كان عندي تراكيز منخفضة. طب شو في عندي دليل ثاني؟ لاحظوا معي درجة الحرارة كانت مرتفعة بعض اللي بعض، شو صار فيها بالنهاية؟ انخفضت. فمعناها كمان هذا دليل انه المرأة شو؟ غير حامل. إذا بنكتب اثنين انخفاض درجة حرارة الأنثى، انخفاض درجة حرارة الأنثى في نهاية الطور الأصفري، في نهاية الطور الأصفري. طب مين بيقول لي مدة كل طور قديش؟ 10 أيام. سبعة. طبعا هي كم يوم الدورة؟ 28. فمعناها أصموا على 2 14. اكتبوا لي فوق كل واحد 14. يعني مدة كل واحد شو منه؟ 14 يوم. ما نعم بيقولوا لك طور جريبي وطور أصفري. تمام؟ يعني مدة كل طور قديش؟ 14 يوم. الدورة الجنسية كلها 28 يوم. قديش المدة؟ 14. هلا عندي دليل ثاني. طب هذا الجسم الابيض ما عنده دليل يا ترى؟ ايمت ما بيصير، ايمت بيتحول الجسم الاصفر لجسم ابيض؟ اذا ما صار انقاع. طب نكتب ضمور الجسم الاصفر، ضمور ثلاثة، ضمور الجسم الاصفر. شو معنى الضمور؟ لاحظوا كان كبير تطور بعدين شو صار في صغر. لو كان صاير حمل شو كنا سميناه؟ جسم الحمل. بس لو ما صار حمل شو بنسميه؟ جسم الابيض. معناه هذا دليل انه المراه ما انا حامل كمان. طيب هذا ما دليل انه المراه ما انا حامل؟ بدي اسالكم سؤال، لو المراه حامل بصير عنده طمس شيء؟ ما بصير. فليك عندي طمس. فشو معنى وتمزقت بطانه الرحم؟ لاحظوا معي تفكيك المنطقه الوظيفيه في الرحم، إعادة إصلاح. معناها لو المرأة حامل هي ما كان تم انسلاخ بطانة الرحم، مظبوط ولا لا؟ وما صار كان عندها طمس. إذا بنكتب 4 تمزق بطانة الرحم وحدوث الطمس. آخر دليل، آخر دليل عندي بالمخطط. مين فيهم يطلع لي؟ مين الذكي؟ شفنا هون، لاحظوا خليكم معي، شفنا هون، شفنا هون دليل ثاني، دليل ثالث، دليل رابع ضل هون. مين بيقول شو الدليل؟ بحاسات ال دائما آخرة الدورة، طلعوا لي آخرة الدورة شو صار؟ ارتفعت. يعني هذا دليل أخير، لاحظوا كيف؟ انخفضت انخفضت انخفضت، شو صار عندنا آخر يوم؟ صارت ترتفع مرة جديدة. فكمان هذا آخر دليل من الحاسات والوطاء والقامة الأمامية. نكتب عودة ارتفاع، عودة ارتفاع تراكيز الهرمونات النخامية والوطاء، عودة ارتفاع تراكيز الهرمونات النخامية والوطاء. هذا كمان دليل إنه المرأة شو؟ ما أنا حامل. يعني خمسة آخر شيء بدي يطلعونا دكاترة شايفة. خمس أدلة، يروح لعند دكتور يعرفوا إذا المرأة حامل ولا لا، ما حدا ضروري يتعبونا. المهم إذا خمس أدلة إنه المرأة مانا حامل بكل قسم، ابتداء من الحاسات الجنسية، تطور الجريبات، مستويات الحاسات المبيضية، الدورة الرحمية، أطوار الدورة الرحمية، آخر شيء درجة الحرارة. هلا منبلش بس بالأسئلة. هلا هون تبدلات وتغيرات الدورة الجنسية. طب نحن هلا اليوم خليكم معي. ايه صار بس في طلاب دوريات مزحمة. خليني عم خلص ما طولي. ايه بنا شباب خليكم معي. قبل شوي او اليوم بدرسنا حكينا من الدورة الجنسية مدتها كم يوم؟ 28 يوم. طب شو ممكن يتغير؟ لاحظوا معي، يمكن الدورة الجنسية عند الأنثى
يمكن الدورة الجنسية عند الأنثى تصير قبل تنتهي قبل، إذا ممكن ب 26 يوم، ممكن تخلص بعد 29 و 30 يوم. طب شو العوامل اللي بتخليها للدورة الجنسية؟ يا تتقدم يا تتأخر. شو العوامل اللي بتخلي الدورة الجنسية عند الأنثى يا تتقدم يا تتأخر؟ بقلكم شو هي العوامل النفسية، إذا نفسيتها تعبانة، صدمة عاطفية مثلا، فجأة مشيانة بالشارع شافت حبيبة كان شيء وحدة وعم بيقبلها مثلا، عامل روميو وجولييت، صدمت عاطفيا، ما بقى تنتهي الدورة الجنسية مع مادة خلاص، بقى تضربها وتشحطها للدورة الجنسية مع تنتهي الدورة الجنسية أبدا. طيب ممكن تحضر شو يصير؟ فورا ممكن تنتهي خلاص. اسمعوا شوي، هلا هي صدمة ما عارف فيها الصدمة الدراسية. هلا المهم خليكم معي، فيكم سؤال هون، ما مدة الدورة الجنسية الطبيعية؟ شو؟ ما مدة الدورة؟ ما مدة الدورة الجنسية الطبيعية؟ وما مدة الدورة الجنسية غير طبيعية؟ هلا طيب الطبيعية قديش؟ 28. طب الغير طبيعية ممكن تقل، عم بيقول لكم يمكن ان تقول حتى 20 يوما، وممكن تزيد حتى لاحظوا 45 يوم. علي علي، ليش الدورة الجنسية ممكن تكون اقل من 20 يوم، وليش ممكن تصير اكثر من 45 وحتى 45 يوم؟ لاسباب متعددة، كالتعب، الإجهاض، الصدمات العاطفية القوية، هذول من الأسباب. هلا ماذا ينتج إذا أصيبت الإمرأة بورم في الغدة النخامية؟ ماذا ينتج في حال إصابة الغدة النخامية بورم عند المرأة؟ غياب الدورة الجنسية، غياب الدورة الجنسية. هي بترتاح؟ لا، ما بقى بيجيبوا لا طبعا. إذا غياب الدورة الجنسية، إذا المرأة ورمت غدتها النخامية أو انصابت بورم يعني كسرطان مثلا، شو بيصيبها؟ ما بقى بتجيب أولاد خلاص. في سن 45 تقريبا تبدأ الدورة الجنسية بالاضطراب. علم إذا ليش في سن 45 تقريبا تبدأ الدورة الجنسية بالاضطراب؟ بسبب انخفاض تركيز الحاسات الجنسية، بسبب انخفاض تركيز الحاسات الجنسية، مما يسبب ارتفاع أي تركيز حاسات؟ تركيز الحاسات النخامية. مما يرافق شو؟ ذلك اضطرابات نفسية في بعض الأحيان، واضطرابات جسمية كالآلام على العظام والمفاصل. طبعا اليوم بس انتهى، نرجع نكفي الحصة الجاية. الفتيات فهم التغيرات الجسدية التي بدأت عليها في سن 12 عام، فشعرت بالخجل من نموها الجسدي المتسارع وأنها مختلفة عن رفيقاتها، فقررت الغياب عن المدرسة. ما سهل لهالدرجة، لكن والدتها أخبرتها خبرة يا أخي بأنها أصبحت في مرحلة البلوغ وأنها حالة طبيعية. فما مؤشرات البلوغ لدى الأنثى؟ أنتم برأيكم إذن شو درسنا شو عنوانه الدورة الجنسية؟ فمعناها مؤشرات البلوغ الأنثى إما بتبين إنه بالغة لما بتبلش بالدورة الجنسية. إذا بنكتب ظهور الدورة الجنسية، ظهور الدورة الجنسية. هل يكون سن البلوغ الجنسي واحدا لدى جميع الإناث؟ لا، حيث يتراوح سن البلوغ بين ال 12 وال 15 سنة. إذا حيث يتراوح سن بلوغ الأنثى بين ال 12 وال 15 سنة، هذا ما نوع عام واحد، ما هيك؟ يعني
يعني الأنثى ممكن تبلغ 12 13 أو 14 15 في هالأربع سنوات ما الموحد يعني. هذا هو حكينا هلا أول شيء. حكي فاضي بظن الكل بيعرف. هلا بنبلش الدورة الجنسية. طبعاً الدورة الجنسية أول شيء عرف الدورة الجنسية. أو سؤال ثاني، ما التغيرات التي تحدث خلالها؟ إذن هي مجموعة، تعالوا نشوف التغيرات، خليكم معي. إذن مجموعة تبدلات تطرأ على المبيض ومخاطية الرحم. يعني إذا الدورة الجنسية على شو بتطرأ؟ على شغلتين بجسم الأنثى. كيف يعني بتطرأ؟ على الرحم يعني بتصير. تمام؟ إذا هي شوفوا شوي، الدورة الجنسية بتصير بمحلين، بالرحم وبالمبيض. إيمتى بتتكرر؟ كل 28 يوم تقريبا. إيمتى بتبدأ؟ من سن البلوغ. إيمتى بتنتهي؟ في سن الظهي. شو هذا سن الظهي؟ أي سنة يعني؟ من 45 ل 50 سنة. علي، ليش بتتوقف الدورة الجنسية في سن الظهي؟ زين، لماذا تتوقف الدورة الجنسية؟